من حقهم باش يرفضوا التاكسيات رخص بحكم اقدميتهم ومباشره في العمل. ما يسيسنيش انا باش يعملوا لي فوضى في كبلاد وكذا وتخريب وغيره وغيره، نعطيهم رخص. ثم كينا يلغي النقاب. عاونونا شاري عاونونا كمل الفرق. انا وزملائي مع تصميم امام مقر الولايه بقصرين نطالبوا بالرخص اللي عندهم عويمات وهم يقعدوا فينا بها. قعدنا نجروا ما بين المسؤولين وبين النقابه وبين اداره النقل، ما وصلناش لحتى حل. ونحن مجموعه مظلومين من 2011 ونحن مظلومين. كل مره يسكتون الموضوع، كل مره يسكتون الموضوع، داري يرموا حتى مواضيع انسانيه يولوا يسكتوا فينا بها. عنده 10 سنين نحن عندنا مطلب وحيد وشرعي، ما اش حشتنا بالرخص، ما اش حشتنا بلقمه العيش، حشتنا باللي عشناه من 2011 لتو. هما عايشين في نفس النطاق نتاع الحقره نتاع الاهانه نتاع النسيان وطيات النسيان من 2011. نحن موضوعنا موضوع واحد، اسناد الرخص هذه اللي لقمه العيش الكريم، ما طالبين حتى بحاجه. بالنسبه للنقابه يتكلموا على اساس قال لك نحن مش نرافض الاسناد باش نزيدهم، اما على شرط نسحب ونعوض. نحن الميدان هذي نحن انسان وصلنا اقل واحد فينا عنده 10 سنين 11 سنة 12 سنة معناها من حقه ياخذ رخصة. كل اصحاب عائلات الكل يعلم بها ربي. جينا نشوفوا في الولاية لا من استجاب لنا لا مسؤول حتى واحد. اخويا اخويا ما قالوا تاكسي الملك الملكي قالوا ما تزيدش ما عندناش خدمة. اخويا اعطيني تاكسي جامعي. ما طلبنا ما عادش تتعمد على التاكسيات، سماح نحن سماح، لكن مطلب يمكن انسان غيور كما الاخرين الكل نغيروا على بلادنا على ولايتنا اللي بقت من اول التاريخ من الخمسينيات ونحس نفس الموال ونفس الحدث. نحن ديما عايشين الحقره والاهانه، علاش موضوع ما يتحلش؟ شنو حل كاداره كمسؤول كسيد الوالي كالنقابه كالغرفه الجهويه للنقل كاداره النقل حل الموضوع هذا؟ اللي عنده حق اسند له، واللي ما عندوش الحق قول له برا اخذه في الجزائر برا اخذه في ليبيا.